طلع فيه منيح. ما تذكرتني؟ ليش لازم أتذكرك؟ ها؟ أنت أكيد مخربط فيني. فكني فكني مشان الله فكني، والله ما راح أحكي شيء لأي حدا. بس قبل كل شيء بدك تعطيني إصبعتك وما بدك تعذبني مثل هذيك المرة. أول درس تعلمناه بالجامعة إنه العقوبة ما ممكن تكون إلا خدمة، وهي الخدمة هدفها إعادة التأهيل، لأنه إذا ما كان هدفها إعادة التأهيل ليش لحتى يسموه عقوبة أصلا؟ هلأ كل إنسان في عنده ملفات سرية، واللي عم تشوفه هلأ هو جزء من الملفات السرية اللي عندي.